انا مش فاهم ازاي قدرت تعيش العمر ده كله بعيد عن ابنك. كنت بتهدد لو قلت يقتلوني ويقتلوه. خدت تمن سكوتي اكتلت وانتلت. كنت باخد فلوس مش هنكر، بس انت عارف كويس يا عبد الحميد ان مش هو ده اللي كان مسكتني. هو انت ابويا كان مديكي فلوس عشان تسكتي؟ ابوك هو اللي بدأ كل حاجة. لما عرف ان السيد عايز يتجوزني لفق لي قضية اداب، وبعد ما خرجت من السجن غصب عليه يقطع علاقته بيا. بس عمك الله يرحمه كان بيحبني، قلبه ما طوعوش يهجرني. وفضلتوا على علاقة مع بعض؟ خد لي مطرح بعيد عن النزلة، اتجوزني في عرفي، لحد ما اللي حصل حصل. لقيت نفسي حبل فاروق. ايوه بعدين اللي حصل كملي. خدوا مني حتة لحمة حمراء وكتبوه باسم مرات سيد. ايه ده؟ ابو عمي سيد سكت ليه؟ ما اتكلمش ليه يعني؟ ما كانش يقدر يقول لا لابوك، ما كانش يقدر يقول لا لابوك في وشه. بس برغم كل اللي حصل ما سابنيش، وفضلنا نتقابل بعيد عن العيون اللي ابوك حطها عليه في كل حتة. وكنا متفقين يفضوا شغله من شغل اخواته وناخد فاروق ونهرب لأي بلد بعيدة. بس ربنا ما كتبلوش عمر الله يرحمه. خليك ذكي يا ياسين وما تسيبهاش. لو قالت لفاروق اللي تعرفه مش هيهدى غير لما ياخد طربوه. ياخد طربوه من مين؟ هو عمي سيد عمك اتقتل. انتوا فعلا قتلت اخوكوا؟